كتير جدا من طلبة الثانوية العامة بيتلخبطوا في استخدام to و enough و so و such. وفي فيديو النهاردة إن شاء الله هنعرفك الفرق ما بينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم MSK من قناة يلا إنجليزي للمهتم بتعليم اللغة الإنجليزية من البداية. فلو أنت من مهتم بالمحتوى ده بننصحك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. يونت 6 من أسهل اليونتس الموجودة عندنا، وبتتكلم عن حاجة اسمها linkers of result أو روابط النتيجة، ومعانا فيها كلمة enough وكلمة to وكلمة so وكلمة such. كلمة enough معناها كافي، أما كلمة to معناها جدا لدرجة أن لا، وكلمة so معناها جدا، وكلمة such برضو هيبقى معانا معناها جدا. بس قبل ما نبدأ في شرح الأربع حاجات دول لازم نعرف الفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، الفرق ما بين الصفة وما بين الظرف. كلمة صفة يعني adjective بتيجي ورا verb to be، يعني مثلا أقول he is slow، he is slow أو she is quiet، دي صفة adjective بتيجي بعد verb to be. لكن الظرف زي كلمة مثلا لما أقول he walks slowly، بيمشي ببطء، بتيجي بعد الفعل العادي he walks slowly. she speaks quietly، بتتكلم بهدوء، بيمشي بالراحة أو ببطء، هي بتتكلم بهدوء، مهم جدا ده. طيب أول كلمة معانا نبدأ شرح كلمة enough، وكلمة enough قلنا معناها كافي، وبتيجي يا إما بعد الصفة أو قبل الاسم. أو he is tall enough، he is tall enough يعني هو طويل بدرجة كافية، وhe has enough money. كلمة enough بتيجي بعد الصفة وقبل الاسم، تمام؟ طيب هنستخدمها ازاي في اليونت بتاعتنا؟ هنا بيقول مثال he is tall enough to reach the shelf. He is tall enough to reach the shelf يعني هو طويل بدرجة كافية ان هو يوصل للرف، طويل بدرجة كافية ان هو يوصل للرف. هتلاقي فيه صفة enough to والمصدر، صفة enough to والمصدر. طيب he is clever enough to answer the question. He is clever enough to answer the question، صفة enough to والمصدر. قلنا بقى هنا ان هو بنستخدم كلمة enough دي هتستخدم غالبا مع الصفات الإيجابية، يعني يبقى المعنى ايجابي، طويل بدرجه كافيه، ذكي بدرجه كافيه انه يعمل كذا. طيب لو انا عايز اجيب حاجه سلبيه هتنفي الجمله، هتقول he was short enough not to reach the shelf. he is short enough not to reach the shelf يعني هو كان قصير بدرجه كافيه ان هو ما يوصلش للايه للرف. فهنعرف من كده ان هيجي صفه او ظرف طبعا، وبعدها enough، بعد كده to ومصدر الفعل. تاني كلمة عندنا كلمة to، وكلمة to قلنا معناها جدا لدرجة أن لا، وبتيجي دايما في سياق سلبي، تمام؟ هقول he is too slow to win. he is too slow to win، بطيء جدا لدرجة إن هو مش هيقدر يكسب. يبقى to win دي معناها إن هو مش هيكسب، يبقى هو بطيء جدا لدرجة إن هو مش هيكسب. he runs too slowly to win، بيجري ببطء جدا لدرجة انه مش هيكسب. خلي بالك انت ممكن تحط الصفة او تحط الظرف بناء على هنا verb to be او فعل عادي. ممكن ايه؟ ممكن اقول he is too clever to answer. قال لك لا مش هينفع تحط he is too clever to answer. طب ليه؟ علشان كلمة clever دي كلمة ايجابية واحنا عايزين المعنى يبقى سلبي، مفيش حاجة اسمها هو ذكي جدا لدرجة انه هو مش هيجاوب. لكن انا ممكن اقول he is too stupid to answer، غبي جدا لدرجة انه مش هيجاوب. او اقول he isn't clever enough to answer. he isn't clever enough to answer، مش ذكي بدرجة كافية ان هو يجاوب. خلي بالك ان انت ممكن تستخدم enough في طريقة ايجابية او سلبية، لكن to دايما بتيجي مع حاجات السلبية، عشان كده ما ينفعش اقول he is too clever to answer، ما ينفعش اقول كده. خلي بالك معايا من الجملة ديت، بقول the tea was too hot for me to drink. the tea was too hot for me to drink يعني ان انا هنا بعد to، معلش، بعد to الاولانيه ديت حطيت الصفه، وعشان احدد انا بتكلم عن مين بالظبط حطيت for والمفعول عشان تحدد انت بتتكلم عن مين. يبقى ممكن اقول that he was too hot to drink او too hot for me علشان تعبر ان انت بتتكلم عن نفسك to drink. طب المجمل بتاعنا ان enough وراها to الانفينيتيف، وto هنا يبقى في معاها صفه او ظرف for المفعول to والانفينيتيف برضو. الكلمة التالتة عندنا كلمة so، وكلمة so معناها جدا لدرجة ان
او ان لا، على حسب انت هتحط جمله مثبته او منفيه. وكلمه سو بيجي بعديها صفه او ظرف، وبعد كده بنحط ذات والفاعل وفعل، يعني بتيجي جمله. يعني مع سو مش بحط طول مصدر، بحط ذات وجمله. اول مثال بيقول هي از سو كليفر ذات هي كان انسر، ان هو ذكي جدا لدرجه ان هو يقدر يجاوب. هي از سو كليفر ذات هي كان انسر. او اقول هي واكس سو سلولي ذات هي ويل نوت ارايف ان تايم، ده ماشي ببطء جدا لدرجه انه مش هيوصل في الميعاد المحدد. خلي بالك ان ممكن استخدم صفه او استخدم ظرف بناء هل انا عندي فيرب تو بي او فعل تاني، وفي كلا الحالتين انا حطيت ذات وراها جمله. تمام كده. طيب هنا بيقول هي سو باد ذات هي فيلد، الجمله دي عليها علامه استفهام، يعني انا مش عارف هو ده كان ايه، كان مدرس ولا كان طالب ولا كان دكتور. فلو انت عاوز تحط اسم يبين الجمله هتحطه هنا، هتقول هي از سو باد ا ستودنت، فتحط ا او ان والاسم ذات وبعد كده الجمله. يبقى لاحظ استخدام اسم مفرد يعد بعد الصفه لو انت عاوز تعمل تمييز، عايز تعرفني انت بتتكلم عن ايه بالظبط. فهتبقى التركيبه كده سو صفه ا او ان اسم وبعد كده ذات، هي از سو باد ا ستودنت. تمام كده. اخر حاجه معانا، اخر حاجه معانا كلمه ساتش، وكلمه ساتش معناها جدا لدرجه ان او ان لا، على حسب انت هتنفي او هتثبت الجمله اللي بعدها. بيقول هنا it was such a useful book that I read it twice، يعني كان كتاب مفيد جدا لدرجه ان انا قريته مرتين. خلي بالك ان انت بتحط ساتش وبعديها ا او ان وبعد كده صفه وبعد كده اسم مفرد يعد معايا. لو الاسم اللي عندك ده اسم مفرد بتحط قدامه ا او ان قبل الصفه، فتبقى such ا او ان الصفه اسم مفرد. مثال تاني، طارق was such a friendly person that everyone likes him، يعني طارق ده كان شخص ودود جدا لدرجه الناس كلها بتحبه. such a friendly person اسم مفرد وقبليه صفه وقبليه ا او ان. طب هنعمل ايه بقى لو كان عندي مثلا اسم لا يعد او اسم جمع؟ قال لك خليك معايا it was such useful information that I shared it، يعني كانت المعلومات دي معلومات مهمة جدا لدرجة ان انا شاركتها مع زمايلي. كلمة information كلمة لا تعد، فلاحظ ان بعد كلمة such ما جاتش ا او ان. ليه؟ علشان ده اسم لا يعد. طيب لو كان جمع هقول they were such good friends that they helped each other، they were such good friends. فلو كان الاسم جمع برضو بعد such مش هحط لا ا ولا ان. تمام كده. طيب يبقى انا هنا عندي such ا او ان اسم مفرد، لكن لو عندي اسم جمع او اسم لا يعد مش هحط قدامها ا او ان. طبعا ممكن تحط صفه او ممكن ما تحطهاش. خلي بالك انت ممكن تستخدم الاسم فقط مع such اذا لم توجد صفه، فتقول هي was such a doctor، such a doctor ده كان حته دكتور يعني. طيب لاحظ الفرق ما بين الكلمات دي او الجمل دي. It was so hot a day such a hot day، so hot a day such a hot day. لو انت عندك so تحط بعديها الصفه بعد كده ا او ان والاسم المفرد، لكن such هيبقى بعديها ا او ان الصفه الاسم المفرد. ركز في التركيب تاني، so hot a day such a hot day. خلي بالك ان كلمه سو بتيجي مع ميني او فيو او ماتش او ليتل، سو ميني سو فيو سو ماتش سو ليتل، لكن ساتش بيجي معاها ا لوت اوف، ساتش ا لوت اوف ماني وهكذا. اما بقى لو بدانا الجمله بكلمه سو او ساتش هنقول سو كليفر او ساتش ا كليفر ستودنت، لان انا بيجي بعد سو الصفه وبيجي بعد ساتش ا او ان الصفه الاسم. لو عملت كده وبدأت بيهم لازم تعكس الفعل والفاعل، فتقول so clever was he و such a clever student was he. يبقى لو بدأت بيهم بتعكس بعديهم. ويلا بينا نحل بعض الأسئلة. أول مثال بيقول that salad was space nice that I'll ask the restaurant for the recipe، السلطة كانت كويسة جدا لدرجة أن أنا هسأل الريستورانت عن الريسيبي أو الخلطة أو الوصفة. تمام، هنا عندي صفة يبقى استخدم كلمة so، يعني كويسة جدا لدرجة ان انا هسأل عليها. طب ليه ما استخدمناش such؟ علشان من هنا ما عنديش اسم، لان انا لازم مع such يجي اسم. It was space a long film that
تمام. أنا عندي a long film، عندي a أو an صفة اسم، يبقى هنا هستخدم such. لكن لو أنت عايز تحط so هتقولها so long a film. المثال اللي بعد كده بيقول the stadium is big space to hold 50,000 spectators، يعني كبير لدرجة كافية إن هو يشيل 50,000 مشاهد. تبقى big enough، big enough. That ladder is a space long to be put on the back of your car. يعني طويل جدا مش تقدر تحطه في العربية بتاعتك، يبقى too long. يبقى لو حاجة إيجابية تبقى enough، لو حاجة سلبية تبقى too. Today is a space much hot to play tennis outside. To play. أدام عندي too يبقى ما ينفعش تستخدم لا such ولا so. يبقى الاختيار عندي ما بين تو وما بين enough، وهنا الصفة سلبية يبقى أقول تو. Too much hot to play. Elephants are space powerful that، وخلي بالك ان دي صفة بعد كده that، يبقى مش هينفع استخدم such لان such لازم يجي معاها اسم، تبقى so. So powerful that. مثال اللي بعد كده بيقول this is space an old tree that، an old tree، يبقى such an old tree. Nobody has been to the top of this mountain because it is a space dangerous to climb. Dangerous خطير، حاجة سلبية، تبقى too dangerous to climb. This book is a space famous that nearly everyone has read it. تمام، حاجة إيجابية، وهنا عندي that، يبقى such غلط، هتبقى so famous that. لكن لو انا عايز استخدم such يبقى لازم such a famous one، لازم such a او an الصفة الاسم، طبعا لازم يكون مفرد. I wanted to buy a new phone but it was so too expensive for me. ها to buy، too expensive for me to buy. The hat was space small. I couldn't wear it. يعني مش هقدر البسها، كانت صغيرة جدا، يبقى too small، أكتر من اللازم. The hat wasn't big space to wear. Wasn't big، والحاجة اللي بتيجي بعد الصفة اللي هي كلمة enough. Wasn't big enough to wear. The boys ran space slowly to win the race. تمام، too slowly. واحد يقول لي ما ممكن اقول enough بدرجة كافية، اقول له لا، لو كانت enough كانت جت بعدها slowly enough. تمام، وبكده نكون خلصنا. ولو عندك اي سؤال ممكن بقى تحل الاسئلة اللي باقية ديت وتبعت لنا الاجابات على التعليقات. وبكده يكون الفيديو انتهى، واتمنى يكون عجبك واستفدت. ولو انت استفدت وعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وطبعا تعمل شير للفيديو مع اصحابك عشان يوصلهم اكتر استفادة. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.